السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نبهان من اي سي ماركت. السيشن النهاردة هعمل فيها كذا حاجة. الحاجة الأساسية طبعا ازاي تحدد نموذج استمراري على التشارت، بس عايزة أفرق ما بين يعني البيننت والفلاج وما بين الرالي بيز رالي والدروب بيز دروب. هفرق لكم ما بينهم. هنتكلم على البوك، نموذج اسمه البوك أو البرودنينج، وهفرقه لكم ما بين النموذج المتسع اللي بيكون موجود فيه اليوت، وهنتكلم بعد كده على النموذج المستطيل، وده من الحاجات السهلة بس تبدأ تشتغل عليها ازاي. قبل بقى ما نبدأ في كل ده هنعمل ابديت على السوق واللي حصل امبارح والنهاردة كده. عليا ان الصوت تمام، شير سكرين تمام. خلينا نقول الديسكليمر الأول قبل ما نبدأ. نماذج الاستمرارية، العلم، البوك، المستطيل، هو ده اللي هنتكلم فيه. الديسكليمر إن دي مادة تعليمية أو تسويقية للشركة، غرضها يعني تسويقي أو تعليمي برضو، وأي قرار للشراء والبيع أنا بقول، وده في الآخر حاجة ترجع لك أنت إذا كنت تاخد المسؤولية دي ولا لا، لان انت المسؤول عن حسابك. وانا قلت ان احنا ليه بنقول دي كل مره، في ناس تبقى اعتقادها ان الشركات قصدها تخسرها، فيلا طلع لها محلل فني يقول لها اشتري كذا وبيع كذا، فيخسروا على حسه، فتبقى الشركه هي اللي خسرتهم، فالموضوع ما بيكونش كده. فلازم الديسكليمر ده يبقى واضح. طيب انا بصوا، انا قلت لكم ان انا بقالي يجي اسبوعين بعيده عن المؤشرات، واستنى لحد دلوقتي انا بعيده عن المؤشرات. شايفه صعودها طبعا، بس انا كذا حد بعت لي قال لي ان انا بايع، مش عارفه يعني ليه البيع. بصوا، في حاجه دايما بالإيشيموكو، بس بالإيشيموكو، وده فريم 4 ساعات، يعني ده فريم كبير مش صغير. يعني انا بتكلم في الاشموكو ده دايما على الساعه، بس لما الشمعه دي بياعيه، شمعه الهانجينج مان دي بتبقى شمعه بياعيه اللي لسه قافله الساعه 8. بس انا مش بقول، يعني انا مش هقول لك بيع. يعني بصوا، في شموع كده، انا بتابع المؤشرات كتير جدا لدرجه انا بدخل كتير جدا على داو جونز. الشمعه دي كفيله بتدخلني لما بشوفها على فريم الساعه. لما تيجي تبص على هنا، ولا مرة عمل الشمعة دي، ولا مرة. الشمعة دي مش سهلة تحصل، لما بتحصل بيبقى فيها تصحيح بعدها. بس طبعا أنا مش برضو مش هتكلم في هبوط للمؤشرات، أو لو هي هبطت أنا مش جواها بيع، بالعكس أنا هستنى الشراء بسبب إن الفندمنتال اللي أنا هحكيه دلوقتي. لكن بصوا، أي حاجة بتبصوا عليها، حتى لو أنت عايز تبيعها، حتى لو هي طلعت كتير، بس هي في الإيشيموكو وبتصحح بس من التنكن سن والكيجن سن بس، وتطلع الخط الأحمر الخط الأزرق، حتى لو أنت مش عارف هما بيعملوا إيه، بس مجرد ما أنت شايف كده عمرك ما هتفكر تبيع، عمرك ما هتفكر تبيع. تمام؟ دي خلوها قاعدة لكل حاجة بتشتغلوا عليها، إذا كانت على الساعة أو الـ4 ساعات. بخص الساعة والـ4 ساعات، لو حاجة انت شايفها للبيع، انت شايفها للبيع وهتقرر تبيع، بص بس هي فين من التينكن زون والكيجن زون. طول ما انت شايف الشكل ده قدامك، الاسعار بتصحح بس للخط الاحمر والخط الازرق ده، اوعى تاخد القرار. حتى في البيع سوري، في الشراء، لو انت عندك اتجاه هابط وانت فكرت بسبب ما تشتري هتشتري، فقبل ما تشتري بص، لو لقيت ان الزوج اللي انت قدامك ده بيصحح بس للتنكنز والفيجنز انه ينزل، ما تشتريش. حتى لو شايف ان دي مناطق حلوه للشراء، ما تشتريش. تمام؟ بس الشمعه دي تمام، انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم، صلي على نص ساعه ما اتكسرتش ولا مره، ما اتكسرتش، فما كانش عندي سبب ان انا ابيع. وفي نفس الوقت اللي شاري من بدري، فانا بالنسبه لي انك تشتري من المستويات العاليه دي بعد ما وصل لمستوى قياسي. تعرفين يعني ايه فرق بين المستوى القياسي والتاريخي؟ تاريخي يعني وصلنا له قبل كده من سنين عادي،
لكن قياسي دي يعني احنا ده مستوى اول مره يحصل في الدنيا، يعني ان احنا نوصل 37,000 ده اول مره يحصل. وانا عاده دي حاجه اول مره تقريبا اقولها، فما حصلتش بقالها كتير قوي قدامي، يعني ان بعد المستويات القياسيه اسعار بتصحح بقوه. بس من اي مستوى بقى، من اي سعر، من اي سعر؟ وانت لما تطلع على المونثلي انت خلاص انت في مستوى قياسي للداو جونز. من اي سعر بقى اللي هتبدا تصحح بقوه؟ بس انا عارفه ان لما بنوصل لمستويات قياسيه، اصل انا كنت هنا مثلا، انا كنت موجوده في السوق لما كنا هنا 2020 وتقريبا، وكنا هنا دي كلها مستويات قياسيه. مستويات قياسيه رقم يعني بتتكلم في ال 24,000 وال 25,000 والكلام ده كله. فاحنا واصلين ل 37 دلوقتي، فاكيد مش هروح اشتري المستويات دي اكيد. يعني نفس الكلام لكل المؤشرات. طب هل انا اعمل ايه فيها؟ هل انا ابيعها ولا استفيد منها؟ لا، انا بالنسبه لي استنى تصحيح ليها وادخل تاني. احنا في نهايه السنه خلاص، فاستنى تصحيح ليها كويس ايا كان هيحصل امتى، وبعد كده ابقى ادخل تاني. ايه اللي يخلي المؤشرات يكون فيها هبوط قوي الى حد ما؟ ده سؤال برضه. ايه اللي يخلي المؤشرات يكون فيها هبوط قوي الى حد ما؟ ان احنا ندخل في ركود، تضخم بيقل بوتيره كبيره، ده اللي بيحصل في الولايات المتحده. بس التوظيف كمان يقل، ناتج اجمالي يقل جامد. لا، تبدأ بقى بوادر ان يكون في ركود، ده اللي هيأثر على المؤشرات ويخليها تصحيح شرط. طيب ليه احسن فرصة هي الذهب؟ انا مش عايزة اشيل المثال ده، وعايزة اتكلم حاجة على الين. انا معلش يعني انتوا هتدوني بس شوية على الحاجات دي لان انا محتاجة اتكلم فيها. ليه احسن حاجة هي الذهب؟ احسن حاجة يا جماعة هي الذهب. انا امبارح، هو ايه اللي خلى امبارح يبقى فيه صعود بالطريقه دي؟ يعني الصعود ده ليه بالطريقه دي وانا كان ليه لازم ادخل؟ اللي حاضر معايا في كذا لايف، انا طول الاسبوع لازم تبقى عارف ان مش فكره مؤتمر صحفي وخلاص، او مش فكره فايده وخلاص. لا، انت لازم تبقى عارف السوق مستني ايه منهم. السوق مستني ايه منهم؟ السوق دلوقتي مستني كان يعني مستني ان حد احنا دلوقتي 3 بنوك، هقولها تاني، 3 بنوك عندك: الدولار الامريكي، وعندك المركز الاوروبي، وعندك بنك انجلترا. دلوقتي السوق عايز مش ان انت ترفع، بيدور على رفع فايده. هو مش بيدور على رفع فايده، يعني التثبيت على الكل مفيش مشكله، بس السوق بيدور الفايده العاليه دي بقى هتنخفض امتى. قلت لكم بالنص، اي بنك هيقول الاول عن إمكانية تخفيض هو ده اللي هيروح في داهية، صح؟ أنا قلت كده، يعني قلت إن هو ده اللي هيكون ضعيف. طيب ليه الخبر امبارح الدولار كان هبوط قوي من قبل حتى المؤتمر الصحفي؟ على فكرة أنا ما سمعتش المؤتمر الصحفي، أنا شفت خلاصته بس، لأن خلاص ما كنتش محتاجة منه حاجة. ليه بقى؟ لأنه قال لي اللي أنا عايزاه قبل المؤتمر الصحفي. مين اللي قال لي اللي أنا عايزاه؟ ده مش احنا بنقول احنا مركزين مع الاخبار الاسبوع ده عشان نشوف مين البنك اللي هيدي تنويه عن تخفيض. اوكي، مين ادى اول واحد؟ هو جيروم باول. انا بالنسبه لي ده التوقعات دي على فكره مش بتيجي كل اجتماع، عشان بس تبقوا فاهمين، التوقعات دي مش بتيجي كل اجتماع، التوقعات دي ما بتجيش كل مره. فعندي توقعات سعر الفايدة واكدت عليها، قلت لكم اهم حاجه مش دول كلهم، اهم حاجه دي. توقعات سعر الفايده للسنه الاولى اللي هي 2024، بدل ما كانت 5.1، احنا دلوقتي الفايده كام؟ 5.5. بدل ما كنا توقعات 5.1 بقى 4.6. طيب جيروم باول لما اتسال على الكلام ده قال ايه؟ قال ان دي توقعات الخبراء، بس احنا طول ما فيش حاجه تستدعي ان احنا نغيرها احنا تمام. يعني هو تمام مع النسبه دي. في فرق ان هو ان يقول توقعات الخبراء، بس احنا مش، لا لا لا، احنا لسه شايفين الموضوع بدري ان احنا نوصل للرقم ده 2024. ما قالش كده، هو ما قالش كده.
تمام. فانا كنت ما كنتش مستنيه حاجه منه، انا دي اتعاملت معاها خلاص، النسبه دي اتعاملت معاها. طب جيت النهارده كان ده يدعم ايه؟ ده يدعم صعود ذهب، ماشي، يعني ده يدعم صعود ذهب لحد دلوقتي فاكر يدعم صعود ذهب. الحاجه بقى النهارده التانيين، البنك انجلترا والمركز الاوروبي على فكره كانوا كفيلين ان هم يقلبوا اليمه كلها، الكفه كلها، الكفه كلها تروح للدولار تاني. لو كان حد قال ان يكون في تخفيض مثلا في الربع الاول او الربع التاني من 2024، هم لا ما تكلموش في كده خالص. هم زي كل مره، اذا كان كريستين لاجارد او السياسه النقديه البنك انجلترا، هو كل مره ان احنا محتاجين نشوف فايده مطوله لفتره طويله، فايده مرتفعه لفتره طويله. بالعكس ده هم اتكلموا ان بسبب الاحداث الموجوده واسعار الطاقه فمتوقعين ان في زياده في التضخم لمده معينه ونبدا نشوف تراجع تاني. فكلامهم ان هو ما فيش توقعات تخفيض امتى اصلا، ما حتى كريستين لاجارد قالت ان احنا ما تناقشناش في الموضوع ده، يعني فكره المناقشه في التخفيض الفائده المرتفعه دي امتى ما فيش. عشان كده برضه الدولار راح جاي او اليورو كمل النهارده صعود. طب ليه الذهب احسن استثمار؟ لان كل اللي انا بقوله ده كده كده جاي، يعني كده كده كريستين لاجارد او بنك انجلترا كل ده هيخفض. فعشان كده ده انا بالنسبه لي، انا بس كان في عندي غلطه في حاجه، ان انا كنت بقول لكم دي كده ممكن تبقى اتنين واللي جاي تلاته. لا لا، انا عندي يعني دي غلطه مني، دي ما ينفعش تكون كلها اتنين، ما ينفعش تكون كلها اتنين، لان هي لو اكسباندد فلات، لو انا كنت معتمد اكسباندد فلات، فانا ليا نسبه من واحد من ايه ما عدياش. لما انا بعمل بيه نسبه من ايه ما عدياش، في الشادو اللي طالع قوي ده ما ينفعش، فمفهوم ما تعديش 200% عشان لو هفترض ان دي كلها اتنين. فده انا ما عنديش غير اوبشن واحد، ان دي هنا واحد، هنا دي اتنين، هنا دي تلاتة، هنا دي اربعة، نزل في تلات موجات هم زي ما انتم شايفين، وطالع في خمسه. اديني طبعا اول امبارح انفرتد هامر، بس طبعا ما قدرتش اتعامل معاها، قلت استنى الخبر. لكن لما تيجي للايشيموكو ما كانش برضه بيعمل حاجه. بس انا بصوا، انا دخلت بعد الخبر، اول ما شفت النسبه على طول. انا كنت من 2006، 2006 تقريبا، ايوه الشمعه دي انا دخلت هنا 2006. طب الذهب دلوقتي ايه شايفاه؟ مكمل مكمل ايه؟ انا بقول لكم بقى في خمسه، يعني انا بقول لكم ان في دي كده هنطلع في خمسه. فبالنسبه لي انا طالعه هنا، ممكن نعدي بعد كده، ممكن نعدي بعد كده. ايه اللي يخلي الذهب نروح هنا وننزل؟ ما هو برضه بصوا الحاجات دي بقى اكتر يعني اللي بعد كده، لان خدوا بالكم اللي انا بقوله ده اصلا ممكن بعد كده يتغير. يعني ايه؟ ممكن بيانات التضخم، التضخم الامريكي يبدا يزيد لاي سبب، لاي سبب بعد كده ممكن يزيد، فنبدا نشوف الكفه تروح للدولار تاني والذهب يبقى فيه هبوط تاني وهكذا. هو هي الدنيا بتمشي كده. بس لحد دلوقتي كلامي دلوقتي، انا شايفه الذهب نرجع للمنطقه دي تاني، لان حتى احنا انا هنا عاملاها، حتى احنا لو وصلنا ترانكيشن، اما لو انت بقى هتكمل كمان وتطلع، انت رايح لل 2140 تاني، وممكن تكملها كمان، وممكن كمان تكملها. لكن حاليا انا شايفه ان الذهب رايح لل 2000 2090 للمنطقه دي. طيب منين بقى؟ انا شايفه ان بكره ممكن يكون في جني ارباح، جني ارباح، بس الذهب اقلهم تاني، ركزوا الذهب اقلهم، لان يعني الذهب هو اكتر واحد عنده قابليه ان هو يطلع اصلا، هو مش هياخد اعتبار اي حاجه، هو بس حاليا بيصحح تصحيحاته. انا شايفه سونيك او على الساعه اهو التيجن سان، دي مناطق ارتداد اهي، يعني لو هو كمل على كده النهارده بكره عادي تشتروه عادي خالص، بس مع اول ارتدادات ايجابيه من مستوى ال 2014، او ممكن تعتمد على سونيك بشكل اساسي. هي نفس القصه اهي، هي نفس المستوى. الساعة ما تتكسرش، الساعة ما يتكسرش، تمام. ده بالنسبة للذهب. الدولار الأمريكي بقى، أنا بالنسبة لي، كنت عايزة أتكلم على الأويل برضو،
بس انا بالنسبه لي الدولار الامريكي بكره جاني ارباح، بكره جاني ارباح، انا شايفاه جاني ارباح. يعني نبدا نشوف صعود الين. ما ننساش بس حاجه، ما ننساش حاجه، المنطقه دي اللي كنا بنتكلم عليها اليوم الخميس اللي فات وقلت لكم ان دي مناطق ارتداد، وبرضو التزم هنا بقمه اقل من قمه ونزل، وانا عارفه ان هو كاسر خط اتجاه صاعد او قناه سعريه صاعده. بس ما ننساش حاجه، هو احنا ليه اصلا كنا بنبيع الين؟ مش عشان قوته، مش عشان قوته، عشان جاني ارباح بس. ففي المناطق اللي زي دي انا مش هعمل فيها حاجه، يعني انا مش هعمل حاجه في الين خلاص. انا استفدت من الين الاسبوع ده واتكلمت فيها بسبب اليوت، انا قلت لكم ان كل كورسات الين ليها موجه تانية، ليها موجه نزول اللي هي الموجه الخامسه قلتها لكم، وهو هم كلهم نزلوها كلهم. اذا كان فرانك، انا كنت مركز على الفرانك ين والكندي ين والباوند ين، ثلاثه نزلوها خلاص. لكن ما ننساش ان الين نفسه بالنسبه لي ضعيف مش قوي، الا لو بنك اليابان قرر ان هو يغير سياسته، دي حاجه تانية. لكن طول ما هو كده انا بالنسبه لي ما فيش حاجه تمنع ان الين اصلا من الاسعار دي من بكره نرجع تاني للمستويات دي. انا شايفه ان هو طلع في 3 ونزل في 3، فعادي جدا نكون لسه كل ده في نفس الموجة لسه. فبالنسبة لي الين مش عليه فرصة، يعني أنا لو أنا هبص على الين هبص بقى على فرصة الشراء لما أشوفها. أبيع ين تاني؟ مش هبيع ين كده، أنا مش هبيع ين، خاصة من الكورسات، ما تحاولش تبيع كورسات بقى. شايفة أصلا إشارات عليه، بس يعني دي فيرمات صغيرة، اهم حاجه ما تكونش. يعني انا بالنسبه لي حتى في هنا دايفرجنز، واحنا عند نفس الاريا لسه، وده دايفرجنز تعالوا على لسه ما فيش حاجه هنا. ده بالنسبه للين، عشان بس لو حد بيفكر لسه يبيع ين تاني، انا مش مع بيعه، انا مش مع بيع كورسات الين، خاصه الاسباب اللي راحت لنفس القاعه. بصوا انا ده اللي بتكلم فيه، انا كنت عايزه ده خلاص، بس مش عايزه حاجه تاني منه. الاويل شايفاه له صعود كويس، بس انا كنت عايزه دي، انا كنت عايزه دي. دي حاجه ليها علاقه باللي انا هشرحه بكره. طب انا عموما هو خلص 5 موجات بالنسبه لي. الاويل بالشكل اللي انا شايفاه ده غالبا ممكن نرجع ليه 77 80، ال77 80 المنطقه دي تاني، نرجع للمنطقه دي بشرط ايه؟ طيب بشرط القاعده ده بالذات ما نكسروش، هي تبان هي بعيده شويه. طب انا اشتري المستويات دي؟ لا استنى بس اختبارات سونيك او حاجه على الساعه، لان هو معدي سونيك من بدري، وده ليه علاقه بحاجه انا هشرحها بكره، بس هنا عشان هو عقد. هات سونيك، هات الساعة، يعني مثلا دي منطقة دخول كويسة، أهم حاجة بس ما نكسرش دي، ما نكسرش المنطقة دي. هشوف أسئلتكم ونبدأ على السيشن بتاعتي، تمام كده؟ تمام يا أستاذ هاني، اوكي. اتمنى بس ما يكونش حد خسر الاسبوع ده، السوق كان كويس، انا بالنسبه لي السوق كان كويس. تعالوا ندخل على اللي احنا نتكلم فيه، في حد محتاج حاجه تاني ليها علاقه بالسوق؟ اللي هيغير مجرى الدولار الامريكي تمام ان هو يقابل بيانات ايجابيه، ان هو يقابل بيانات ايجابيه، ده اللي يخلي ان الدولار يبدا في تعافي تاني تمام. كل ده انا بالنسبه لي عشان يعمل البالانس اللي ما بين الدولار والعملات التانية، كل اللي بيحصل ده. بس مش ضعف دولار على فكره، ده مش ضعف دولار، انا بالنسبه لي ده بالانس، الدولار بيعمل بالانس. لكن الدولار انا بالنسبه لي كانت دي موجه خمسه، دي مشكلتي في الدولار. ما هنرجع تاني معلش، مشكلتي في الدولار عشان بس تبقوا فاهمين، قلت لكم ان في موجة محتاجة تخلص وفي سيناريو تاني.
والسيناريو التاني. لكن انا كان اقرب لي النزول، ودي قلتها لكم، انا اقرب لي النزول. يعني انا كده بالنسبه لي دي كانت 4، اللي طالعه كانت طالعه رخمه دي، عشان السيكونس ده بينتهي ايه، بينتهي هنا او هنا على حسب، هنا او هنا. لكن ده اصلا ايه، هو ده هنا 1 2 3 4 5. يعني بصوا، انا عندي دلوقتي، انا قدامي 5 موجات على فكرة على الدولار، فهل هو خلص ونبدأ نشوف صعود؟ ده يعقل، او ده طبعا ده بالنسبة لي يعقل، تمام. بس شايفة ان احنا ممكن نكمل شوية كمان، يعني ممكن كمان ننزل المستويات دي، ممكن كمان ننزل مستويات 101.40، وبعدها نبدأ نشوف صعود على الدولار تاني، نبدأ نشوف صعود قوي. لكن بكرة أنا شايفة إيه؟ شايفة جني أرباح، شايفة جني أرباح، ممكن يبدأ من الجلسة الآسيوية أصلا. أدخل منين؟ ثواني، هو ممكن يكون أصلا بيعمل دلوقتي. طبعا الشمعة دي كويسة أصلا، بس طبعا أنا مش بدخل على شموع، ماشي، أنا بدخل على سونيك. سونيك على الربع ساعة، تمام. هندي المثال ده وبعد كده هبقى اوريها لك. سونيك على ربع ساعه لو عديناها، تمام. انا عموما شايفه اشاره شراء على الدولار ين اصلا، يعني انا شايفه اشاره شراء على الدولار ين، تجمعته قويه، تجمعته هنا قويه. بصوا ده ما هو ده، انا ما اقدرش برضو يعني بصوا، هنا كميه باين تيست موجوده، وهنا كميه تيست هنا. ف لو الدولار الامريكي بيصحح، ايه اكتر واحد ممكن ناخده؟ ده اكتر واحد ممكن تستفيد منه في تصحيحه، هو الدولار ين. بس لما يعدي لك الاريا دي، يعدي لك الاريا دي افضل، ممكن تعمل امر معلق عموما عند ال 142 30. تعالوا ندخل على السيشن بتاعتنا على طول بقى. مناطق شراء الباوند مشكلة، مناطق شراء الباوند مشكلة، صعوده القوي ده يعني دي رالي بيز رالي، او ممكن نعملها. انا كان بالنسبه لي هي فلاج اصلا، يعني ده مثال 120 نقطه و130 نقطه. طيب لو هنعمل، بس هي عند مقاومات المناطق بقى الكبيرة، الصعود القوي ده مشكلتي معاه في تصحيحه، مشكلتي معاه في تصحيحه، يعني ممكن ما ينتهيش التصحيح هنا، ممكن ينتهي أكبر من كده، ممكن نرجع هنا تاني، ممكن نرجع هنا تاني، تمام. خليك بس سونيك على الساعة، على الساعة كمان مش نص ساعة، لأن الهبوط ده قوي. شارب موف ممكن يتبعه شارب كوريكشن، نشوف بكرة. أنا بالنسبة لي اللي هركز معايا أنا كنرهان شراء الدولار ين، شراء دولار ين، ركز على مناطق شراء الذهب، مناطق شراء الذهب ده اللي أنا هركز عليه كنرهان. والأويل، بصوا أنا أنا جوه الأويل من بدري، أنا جوه الأويل من 69 70، بس هركز معايا تاني لأني شايفة أهداف فيه كبيرة، خاصة إن هو عند دعم، خاصة ومش أي دعم، ده دعم بتاع السنة كله بقى. تعالوا ندخل على السيشن بتاعتي. هو فعلا هو زي ما بقول لك، يعني استنى اشوف بس التصحيح رايح لفين عشان اقدر اقول لك مناطق كويسه يرتد منها، ودي مشكله التحركات اللي بتحصل بقوه. طيب اول حاجه، اول مره يحضر المناطق الانعكاسيه، او سوري النماذج الانعكاسيه، في حد ما يعرفش النماذج الانعكاسيه؟ طيب احنا عندنا في التحليل الفني عندنا نماذج ليها اشكال معينه بسلوك سعر معين بين المشتري والبياع، لما بنشوفها نبدا ناخد بوتنشال شراء او بيع على اساس الفورميشن ده. طيب يبقى كده عرفت ان الفورميشن دي تبقى شرائيه وبيعيه، بتعكس سلوك المشتري والبياع في النموذج، ولما يتحقق
بنبدأ نشوف صفقات بيعية بأهداف أو صفقات شرائية بأهداف. عندي نوعين من النماذج، نماذج انعكاسية ونماذج استمرارية. النماذج الاستمرارية بتظهر في أي مكان على التشارت وبتقوم بالدورين، يا إما تبقى استمرارية يعني لما تشوف صعود وتبدأ تشوف الفورميشن ده تتوقع صعود، أو ممكن تتوقع انعكاسي يكون هبوط، عكس النماذج الانعكاسية. يعني النماذج الانعكاسية هي يا تقوم بوظيفتها يا تفلير، يا ما عنديش اوبشن تاني. يعني ما ينفعش ابقى شايفة دبل توب والاقيه نزل شوية وطلع واقول اصل هو بقى انعكاس بقى استمراري، ما فيش كده. الانعكاسي هو انعكاسي، لو ما قامش بوظيفته تعرف ان في سايكل اكبر انت مش شايفها، في كارثة في السوق دي. يعني دي بجد احفظوها، النماذج الانعكاسية لما بتحصل وعلى فكرة تكسر لك ان كلاين بشمعة او شمعتين وتطلع، تعرف ان اللي جاي مش حلو، او لو انت داخل اخرج، لو انت داخل عشان الفورميشن ده اخرج عشان اللي جاي اكبر منك اصلا، تبقى سايكل اكبر. لكن النماذج الاستمرارية لا، عادي جدا لو هي مش بتعمل دورها الاستمراري هتكون انعكاسي. يعني لو هي مش هتكمل لك في الاتجاه اللي انت فيه، لا هتبقى عكسة جدا للاتجاه ومفيش مشكلة. فالنموذج الواحد بينفع في الحالتين، بس لازم تبقى فاهم ان هي بتحصل في اي مكان على التشارت، اي مكان. أي يعني فتبقى انت في اكيوميليشن، في تجميع، في ماركت فيز، في مرحلة صعود او هبوط، في الصعود قصدي، عندي ديستريبيوشن، عندي توزيع في التصريف فوق، بتظهر لك في أي مكان، في أي مكان. مش زي النماذج الانعكاسية لازم يبقى فيه يعني شروط معينة كده. أنا كده كده أركز على النماذج الاستمرارية. طيب النماذج الاستمرارية في عائلة المثلثات دي كنت لسه متكلمة عليها قريب، فمش هتكلم عنها تاني دلوقتي. عندي نموذج اسمه فلاج. فلاج ده مهم لأنك ممكن تشتغل عليه بشكل كويس جدا. الفلاج، وهنفرق ما بين وبين الرالي بيز رالي والدروب بيز دروب. نموذج العلم من النماذج الداعمة لأن هي تكون استمرارية فقط. مش بتقولي أي نموذج استمراري ينفع يكون انعكاسي صح إلا النموذج ده، إلا النموذج ده الوحيد اللي ما ينفعش يكون انعكاسي، هو استمراري بس. طب إيه فكرته؟ ناس بتتلخبط لاني بتقولي ان مثلا تجيب لي على الشهري او على الاسبوعي نموذج علم وتقول لي اصل ده فلاج. ده غلط، لان الفلاج مدته لا تتعدى 3 اسابيع، ممكن تشوفه على 5 دقايق. ياما ياما سنين كنت بشوفه على الباوند. بصوا في وقت ما الناس الجديدة في السوق اللي بقالها مثلا 2 3 سنين تعتبر جديدة شوية، ما شافتش اللي كان بيحصل على الباوند. الباوند وكروستاتو كان الخبر الواحد اللي كان بيجي 6 ساعة الصبح و10 الصبح، ده اللي هو كان بيبقى بالنسبة لك عادي، اللي هو مؤشر مدير مشتريات. السوق كان بيتحرك عليه ب 100 نقطة، كان بيبقى فلاج أصلا، كان بيمشي في فلاج. ويا بقى لو الباوند عليه النهاردة خبر وطلع إيجابي، وعندي بكرة خبر برضو الساعة 9 الصبح، فتلاقي الخبر الإيجابي ده مشيلك بالنموذج وريح عشان يستنى خبر بكرة عشان يكمل على الفلاج، عشان يعمل لك فلاج. متخيلين؟ ده كان بيحصل على الباوند. أنا ياما حضرت الكلام ده، بس الكلام ده من وقت كان وقت ترامب، كان بداية ترامب. المهم النموذج ده عبارة عن إيه؟ هو شورت تيرم جدا، تلاقيه على الدقيقة، وممكن تلاقيه على 5 دقايق، وممكن تلاقيه على الربع ساعة ونص ساعة والساعة و4 ساعات والديلي بس. بس تمام. ويكلي ومونثلي لا، تبقى تبند بقى لرالي بيز رالي مفيش مشكلة. طيب مدته لا تتعدى 3 أسابيع، عشان كده بحسبها. عارفين بقى ليه هو ما ينفعش على الأسبوعي؟ عشان هو مدته أصلا ما تتعداش 3 أسابيع. فلو تخيل لو أنت بتتكلم في فلاج، شمعة أسبوعية كده وشمعة واقفة كده أسبوعية برضو وشمعة طالعة كده أسبوعية، هو في حاجة اسمها كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. فمش مش هيبقى النموذج، مش هيديني النموذج، عشان كده ما ينفعش يبان على، يعني مفيش نموذج زي ده هتشوفوه على الأسبوعي. طب هو بيتكون من إيه؟ بيتكون من حركة قوية، حركة صعود حصلت أي مكان، أي مكان على الشارت، أي مكان على الشارت.
حركة صوت حصلت، حتى لو على الخمس دقايق، حتى لو على الخمس دقايق. وبعد كده هتلاقي حركة بسيطة جدا كتصحيح، بس غالبا الصوت ده بيجيب لي قناة سعرية هابطة صغيرة صغيرة جدا، تديني قناة سعرية صغيرة، وبعد كده يبقى في صعود تاني. طب انا بعرفه منين؟ اول ما بيعمل كده ويصحح لك بنزول ضعيف جدا لدرجة انك يعني ما بتعرفش حتى تتداول فيه قناة سعرية، وغالبا بيبقى 3 أضلاع بس، او ممكن 5 عادي، او ممكن 5 عادي، او ممكن 5 أضلاع كمان. وبعد كده طب انت لما بتشوف المنظر ده بتعمل ايه؟ تعمل يا اما بتشتري هنا، يا اما بتشتري لما اسعار تنزل لحد السفلي، او بتعمل امر معلق باي ستوب هنا. طب انا بستفيد ايه منه؟ بستفيد ان الموف دي كلها ليها هدف، كل النماذج عموما ليها اهداف، فده الهدف بتاعه. بتشوف المسافة من هنا لهنا وليكن 100 نقطة، من وقت الاختراق 100 نقطة، ده هدفك. طب ده راجع من ايه؟ او البولش بتاعه راجع من ايه؟ او البيرش بتاعه راجع من ايه؟ يعني القوة الشرائية بتاعته اللي تخليه يعمل لي موف تانية قد اللي طلعها صعود او هبوط، دي بتبقى راجعة من ايه؟ راجعة ان في صعود قوي حصل لدرجة ان مفيش بياعين. صعود حصل ومفيش بياعين، الطبيعي احنا في الصعود بنعمل ايه؟ طلع بيصحح، طلع بيصحح عادي جدا. طب هو اللي بيحصل على الذهب ده ممكن يكون برضو مش هو اللي بيحصل على الذهب ده ممكن يكون فلاج، ممكن يكون فلاج. اللي بيحصل على الذهب ده عادي جدا ممكن يكون فلاج، حركة قوية. هل انت شايف ان ده تصحيح؟ ده مش تصحيح. عادة في الحركة القوية ده حتى مش نطاق للتداول، ده مش نطاق للتداول. انت مش هتتداول على الفريم ده، انت مش هتعرف تتداول بقى على فريم الدقيقة والكلام ده. لكن حركة قوية بعد كده ده جاي من ايه؟ ان مفيش بياعين، مفيش بياعين. يعني الحركة القوية اللي حصلت هو بس المشتري هنا بياخد نفسه من الصعود اللي حصل، او بيجس نبض السوق ان هل في بيع ولا لا، وبعد كده لما بيلاقيش في بيع يلا روح جاي مكمل. الحركه دي ممكن تبقى حركه عرضيه، او ممكن تبقى جايه في قناه سعريه هابطه صغيره، قناه سعريه هابطه صغيره، وده اللي انا مايلاله. يعني اشوف انا كلامي معاكم قبل ما بتكلم في الموضوع ده بتكلم في ايه؟ بتكلم في الذهب، ان انا على بكره لو هو مشي كده سايد واي كتير او بس حاول يصحح شويه، انا على بكره ممكن ابقى شاريه تاني، ممكن ابقى شاريه تاني، لانه هيعمل الكم الفلاج اللي طالعه اللي طلعها دي 500 نقطه قدها تاني فوق. احنا كده كده اصلا بنتكلم هنا، فهي قدها برضو، يعني احنا بنتكلم هنا فبرضو بتتكلم في نفس الموضوع، نفس الحاجه. بأكد تاني على ده، بأكد لكم تاني على ده، بالنسبة لي فرصة كويسة جدا. طب ايه الفرق ما بينه وما بين اهو يا جماعة، في الفولينج فلاج وعندي رايزنج فلاج. الفولينج فلاج ده بولش، يعني دي اسمها فولينج فلاج. فولينج يعني فيه هبوط، لا هو قصده الفلاج نفسه بيتكون او بيكونفيرم معاك من المنطقه العرضيه. فالمنطقه العرضيه ممكن تبقى منطقه عرضيه عادي بسبورت وريزيستنس عادي، او تجي لك في قناه سعريه هابطه كده. القناه السعريه الهابطه دي بنسميها الفولينج. الشراء بتاعنا منين؟ الشراء بتاعنا يا اما من هنا المنطقه دي وستوبك تحتها، او تستنى ان يتم الاختراق، ولازم الاختراق بقوة شرائية كبيرة. يعني ما ينفعش يعني ما ينفعش تلاقي شمعة إيجابية ووقفت وماشي بقى بالعرض، غلط. الفلاج فكرته إن حركة قوية حصلت، بعد كده المشتري بياخد نفسه وفي نفس الوقت بيجس نبض السوق، هل يا جماعة في مبيعين ممكن يبيعوا المناطق دي؟ ما بيلاقيش. معنى كده هل حد أصلا بيفكر دلوقتي في بيع الذهب؟ مع كل التطورات اللي حصلت امبارح والنهارده، هل حد اصلا بيفكر في بيع الذهب؟ محدش بيفكر. فكل اللي يعني عينيه دلوقتي على الذهب هو الشراء. هي دي نفس الفكره.
فلما المشتري بيشوف ان خلاص انت ريحت مدة كافية بياخد السوق ويطلع على طول، ياخد السعر ويطلع على طول. فما تجيش هنا بشمعة، عديت بشمعة وبعد كده مشيت عرضي، كده انت عندك مشكلة، لازم هتاخدها وتطلع. وهنا بقى ليها علاقة بالفوليوم شوية، بس احنا يعني احنا مش بندخل الفوليوم قوي، لكن دي بتدخل في لو فوليوم، دي تحركاتها لو فوليوم يعني كأن مفيش تحركات، وهنا هاي فوليوم. ممكن تاخدوها من السي تريدر، ايس ماركت فيها سي تريدر برضو، فعادي جدا. دي الاختراق هنا بيكون هتلاقي الشمع الفوليوم عالي قوي مرة واحدة غير اللي كان موجود هنا، فبتتأكد ان ده فلاج، تتأكد ان ده فلاج. طيب هل انا اول شمعة فاتتني؟ ما فاتتكش ولا حاجة، لان هتاخد المسافة دي كلها وتحطها هنا وتشوف الهدف بتاعك بيكون فين. طب ايه الفرق ما بين الفلاج والبيننت؟ هو هو بالظبط، هو هو نفس السلوك السعري، الفكرة بس في الشكل العرضي بتاعها بس. طب الشكل العرضي بتاع البيننت هو ايه؟ مثلث متماثل، يعني بقمة أقل من قمة وقاع أعلى من قاع. لو لقيت صعود قوي وبعد كده لقيت قمة أقل من قمة وبعد كده قاع أعلى من قاع، تعرف إن ده بيننت. نفس الفكرة برضو هنا، يا بصوا بصوا، هو يا بيكون 3 أضلاع يا 5، يا 3 أضلاع يا 5 أضلاع، هنا نفس الكلام، يا 5 نقط يا 3 نقط وبيكمل على طول. وده بيكون بصوا على حسب التايم فريم، كل ما بتكبر التايم فريم، يعني مثلا لو على ديلي او 4 ساعات ممكن تلاقي 5 أضلاع، لكن لو انت اصلا على فريم صغير 5 دقايق ربع ساعة نص ساعة ولقيت فلاج، اصلا ما بتعدش الخمسة، 3 تعرف ان انت هتخرج، لو هو هنا فلاج او بيننت 3 وبتخرج. طب ايه الفرق ما بينها وما بين مناطق او نماذج الطلب والعرض الاستمرارية، الرالي بيز رالي والدروب بيز دروب؟ الفرق بينهم ايه؟ مكان. المكان يعني ايه؟ يعني قلت لكم ان الفلاج بيحصل في اي مكان على التشارت، اي مكان حرفيا على التشارت، لكن ده الرالي بيز رالي هو هو نفس الفكرة، لكن الرالي بيز رالي لازم يكون في ماركت فيز، يعني ولا في اكيوميليشن ولا في ديستريبيوشن، يعني يكون عندك اتجاه صاعد اصلا موجود، اتجاه صاعد اصلا موجود. طب افرقه ازاي ما بينه وما بين الفلاج؟ هتفرقه في الشموع نفسها. الرالي الشموع بتبقى شموع جنب بعض، يعني قلت لكم في الفلاج عامل قناة سعرية، عامل منطقة عرضية، عامل مثلث متماثل، مش بقى عامل شكل، ده لا بتبقى شموع جنب بعض وبتبقى كام شمعة كده، وده ممكن تشوفه على الويكلي، ممكن تشوفه على المانثلي، ممكن تشوفه عادي، يعني على الويكلي والمانثلي، يعني اختلاف تايم فريم عادي واختلاف المكان نفسه. فده والفكرة بتاعته ان انت هنا لما بتشوف ان الشموع جنب بعض اقرب ان هي تكون غالي بيز غالي. ليه بقى؟ هتفرق معاك في ايه؟ لان الغالي بيز غالي مش لازم المسافة دي تبقى قد المسافة دي عشان ما تقعوش فيها، مش لازم المسافة دي تبقى قد المسافة دي. لما تلاقي شموع جنب بعض كده، مع ان هتقولي ايه ده، طب ما حركة صاعدة مرة واحدة، طب ما هي ممكن تبقى فلاج، ممكن بس تعلمها، بس لو شموع جنب بعض، شمعة جنب شمعة جنب شمعة جنب شمعة، هتلاقي ان ده تحت بند رالي بيز رالي. فما الرالي التانية على فكرة ممكن تنتهي هنا، وهنا تبقى منطقة طلب، الأسعار تنزل تختبر الطلب وتطلع، فمش تحت بند الايه، الفلاج. طب الدروب بيز دروب، الفلاج اللي احنا اتكلمنا عليه في الصعود زيه بالظبط في الهبوط، بس بيكون استمراري. يعني هل ينفع الفلاج يبقى صعود كده ومثلا قناة سعرية ايا كان، اي قناة سعرية هابطة اهي والاقي الاسعار نزلت كده؟ مفيش، هو داعم للصعود بس، داعم للصعود بس. طيب لو شفنا بقى الرايزنج فلاج، داعم للهبوط بس، يعني ايه؟ كان عندي موجة هابطة مرة واحدة وبعد كده بدأنا نشوف قناة سعرية صاعدة، قناة سعرية صاعدة صغيرة، ونبدأ نشوف في الحركة تانية. طب دي ما تصححش لفين؟ آخر 50، يعني أنا كده بالنسبة لي 50 كتير،
بالنسبة لي 50 كتير، بس في الرالي بيز رالي لا، في الرالي بيز رالي انا بقول لك ان هي شموع جنب بعض، فما فيش مجال لتصحيحات، يعني اخره خالص ماكس ما يصححش ال 38 حتى، يعني 23 ماكس 38، لكن الفلاج لا، الفلاج بيبقى معتمد على الحركة نفسها، ان انت حصل لك حركة قوية فعادي جدا اطلع اصحح لها كده 50% حتى وانزل لك بقوة تاني. ده فرق جامد على فكرة ما بينهم، ده فرق جامد ما بينهم. تمام، عادي جدا ان الفلاج يصحح ل 50% وينزل، لانه معتمد على الحركة الكبيرة اللي حصلت قبلها. تعالوا كده، ده مين؟ ده مثلا مين؟ ده عادي هيبان لك على الأربع ساعات وهيبان لك على الديلي، بس أنا شايفة إن على الأربع ساعات يعني الشكل باين. دي حركة قوية حصلت صح؟ ده 4 ساعات على اليورو دولار، حركة قوية حصلت، وبعد كده عمل إيه؟ هو مش عمل أهو، مش عمل قناة سعرية، بس يعني نزل لي بقمم اقل بدعم ثابت. عادي عادي عادي، انا على فكره هنا احنا كده ممكن اصلا نعملها كده مثلا عادي بيننت، بس هي نفس فكره الفلاج. شوف ده صحح لقد ايه مثلا، صح ل 38. طب ده اعمل في ايه؟ ده اعمل في ايه؟ الشراء ممكن يكون من هنا، والشراء الاصلي بعد الاختراق، اختراق مين بقى؟ اختراق الخط، الخط ده اللي انت مده ده اختراقه، يعني كان هو اليورو كان مدي اشارة شراء من هنا، هستفيد منه بايه بقى؟ ده فلاج، يعني الموفي الصاعدة اللي حصلت الكبيرة مسافتها 200 نقطة من الاختراق، 200 نقطة هنا وخلاص. طيب ده مين؟ ده مين؟ ده جالي بيز جالي. طب اشمعنى؟ طب ليه ما عملناهوش فلاج؟ ليه ما عملناهوش فلاج؟ ما فيش فلاج اتنين بيحصلوا ورا بعض. تمام؟ ماشي، ده احنا اصلا كنا بدأنا اتجاه صاعد كده كده. ما فيش اتنين فلاج بيحصلوا ورا بعض، لو حصل لك فلاج مرة أولانية يبقى التانية هي هتكون جالي بيز جالي. تمام؟ يعني دي أقرب حاجة. طيب دي احنا ما ينفعش اعملها فلاج، مش هينفع تعملها فلاج. ليه؟ لان هو كان لسه جايب هدف الفلاج، فمش هيدخل لك في فلاج تاني، فاهمين؟ يعني هو هنا الفلاج الحركه القويه في الفلاج، في الموف بتاعت الفلاج او الهدف بتاع الفلاج، فمش هيدخل لك في فلاج تاني ويعمل لك، مش هيعمل لك كده، فلازم تفرق هنا من هنا. ده هنا يعني هي منطقة عرضية، يعني أنا بالنسبة لي هي منطقة عرضية، بس عشان كان في دي. طيب دي أقرب ليه؟ بعد صعود كبير حصل وإحنا خلاص في الآخر، بس أنت كده كده في اتجاه صاعد، ده بالنسبة لي هعتمد عليه. لو اعتمدت عليه كفلاج هتعمل إيه؟ ستوبك فين؟ لو اعتمدت عليه في فلاج ستوبك فوق الفلاج بالشمعة اللي موجودة، بس طبعا أنا مش مع دي، أنا مش مع اتنين فلاج يحصلوا في نفس الوقت أو ورا بعض، مش مع ده. فهيبقى أقرب لي إن دي بعد ما كانت فلاج دي هتبقى رالي بيز رالي، يبقى دي منطقة طلب بدايتها ودي نهايتها. برضو دي نموذج، يعني الرالي بيز رالي ده نموذج، نموذج طلب بيكون ليه هدف وبيكون ليه اسلوب عادي. الاسلوب بتاعي هو تحت المنطقة كلها، دخولي امتى؟ اول ابتديت اجيبي من المنطقه، عاده بيروح لبدايته، بدايته يعني من الهاي بتاعه، حتى الهاي بتاعه، لكن هو هنا نزل لنصه مفيش مشكله، انا كده انا عندي ستوب. الهدف بتاعي هو نهايه الرالي التانيه. هل في اي حاجه حصلت هنا؟ ده اقرب لايه؟ انا ده، انا ده بالنسبه لي اقرب ان هو يكون الرالي بيز رالي. طب ليه مش فلاج؟
والله انا بالنسبه لي الفلاج مع شارب موف يعمل لي فولينج فلاج مش رايزنج فلاج، فاهمين؟ يعني ده فولينج فلاج، يعني بيبقى عندي قناه سعريه هابطه، ما بيكونش قناه سعريه صاعده. فيبقى اقرب لي هو مين؟ الرالي بيز رالي. طب الرالي بيز رالي ودي ما تنفع. بصوا يعني انا بالنسبه لي ما بيكونش في حتى اعاده اختبار، الفلاج فلاج على طول صعود. هو ده طلع 100 وده برضه طلع 100، يعني طلع 85 نقطة بس. ده أقرب ليه يا شباب؟ ده أقرب إن هو يكون رالي بيز رالي. طب الرالي بيز رالي بعرفها، أه الصعود القوي والأسعار بتمشي جنب بعض وما بتصححش. طب أنا بعمل إيه؟ بشوف أنا إعادة الاختبار ده بدخل عليه، إعادة الاختبار ده بدخل عليه، أو بعمل أمر معلق فوق المنطقة عشان اتوقع الرالي التانية. يبقى انا دي انا كده دي بالنسبه لي منطقه طلب، ومنطقه الطلب هتفيدني جدا في اتجاه اليورو على فكره بعد كده، ما ان هي ما تتكسرش. ولو نزلنا لها يبقى احنا هنطلع لها تاني، هنطلع نختبر نفس الرالي التانية. دي حاجه. طيب الوقت هدخل بس قبل قبل المستطيل او الريكتانجل، هدخل على البوك او البرودنينج. البرودنينج ما بنشوفوش كتير، وهو بيقول لي ان السوق اوت اوف كنترول، او السوق مش متظبط، او السوق فيه مشكله، او السوق مش واخد قرار شراء وبيع، فالدنيا متلخبطه. فالدنيا معاك متلخبطه. يعني ايه الدنيا معاك متلخبطه؟ احنا عندنا يا اما نشوف صعود يا اما نشوف هبوط، لكن لما تشوف صعود وهبوط مع بعض تعرف ان انت في برودنينج. يعني النموذج ده ما نشوفوش كتير بس شفته على الدولار الامريكي. طب ايه بقى البرودنينج ده؟ ان هنا بعد ما تلاقي مثلا صعود احنا في صعود، مين الاساس بالنسبه لنا؟ احنا نعمل مستويات سعريه اعلى. فبعد ما بنشوف مستويات سعريه اعلى اهي قمتين اهم، مستويات سعريه اعلى بدون اي مقدمات، بدون اي مقدمات نلاقي السوق جاي نازل كده، راح جاي عامل لي مين الاتجاه الهابط. احنا بنعمل مستويات سعريه اقل، فنروح جاي عاملين قاع اقل من قاع. يعني نعمل قمه اعلى من قمه ونعمل قاع اقل من قاع، بنسميه النموذج او المثلث المتسع. متسع احنا المثلث المتماثل، سوري المثلث المتماثل بيبقى كده. لا ده بقى متسع، فجاي من المنطقتين دول مع المنطقتين دول، ده بيكون بيرش، ده بيكون بيعي اصلا، ده بيكون بيع. طيب عدله لو هتربطه باليوت عدله 5 اضلاع وبيع، 5 اضلاع وبيع. هنا بيقول لي من النقطه الخامسه برضه بتبيع. بتعد منين؟ بتعد من انت شايفه كان جاي منين. لو كان جاي من الصعود يبقى هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4. والله بصوا لو جه اصلا الاسعار هنا عملت لك كده، ده هنا بيع على طول، بيع على طول. لكن لو طلعت لك هنا بتبقى بيع برضه. يعني لو جات لك هنا بتبيع. طب لو هو ما طلعش بيع من هنا عادي. تعالوا نشوف ده. طب ده هتكلم فيه المرة اللي جاية. لكن بصوا اهو دي هنا نقطة بيع، دي بتكون نقطة بيع، دي شفتها على الدولار الأمريكي وقلت لكم، قلت لكم أنا شايفة برودنينج عليه. نفس الفكرة أهي، كان هبوط. دي هنا مين؟ أنا قلت لكم إن هو رالي بيز رالي، سوري دروب بيز دروب وقتها لما كنت بتكلم، أو هو بنسميه مين؟ بيننت عادي، بيننت عادي. يعني ممكن نحسبها الاتنين. هنا دي المسافة 76 نقطة، بعد الكسر هنا جاب 90 نقطة وبعد كده طلع.
فنفس الوقت هنا منطقة عرض لو هنعتبرها برضو كدروب بيس دروب، ادمج الاتنين بس لازم تبقى مفرق. بس لو لقيت شكل جوه تعرف ان هو عادي فلاج او بنت. المهم الشكل ده ايه قدامك؟ هنا قمة أعلى من قمة، بعد كده لقينا الأسعار جاية عاملة قاع أقل من قاع. بصوا دي بيع، دي بتكون بيع. طب لو هتعدها أضلاع، هنا هتبقى ايه، وهنا البي، وهنا السي، وهنا الدي، وهنا الاي اخر حاجة. طب لو انا عدها قمة مقاعين، هنا واحد لان انت جاي بعد صعود، فاخر حاجة انت عملتها هي ايه، صعود فقمة، يبقى هنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة وهنا اربعة وهنا خمسة. فالنقطة الخامسة بتكون بيع لان ده بيكون بيرش، النقطة الخامسة بتكون بيع. تمام. برودنينج ما بشوفوش كتير، مش بشوفه كتير، لكن بيقول لي ان السوق اوت اوف كنترول ومفيش حاجه واضحه فيه، لكن هو بيكون بيرش في الاخر وبيكون فيه هبوط في الاخر على الزوج اللي انت شايفه. ليه علاقه بمين؟ المثلث المتسع. المثلث المتسع عامل زي البوك او عامل زي البرودنينج. ده ليه علاقه بيه، ليه علاقة بإليوت. في سوق هابط أو سوق صاعد، إيه ده يعني ممكن بعد البوق نلاقي صعود؟ اه شفتوا بقى، بس في حالة إليوت. وده اللي يقولك إن الفورميشن فالير، وده اتكلمت فيه قبل كده، بس يعني خلينا بس نقول إن إمتى أشوف حاجة زي كده، إمتى أشوف حاجة زي كده. وبعدين بالكم هنا اهو قاع اقل من قاع، وفي نفس الوقت قمه اقل من قمه، يعني مش، طب مش منطقي. وهنا هنا قمه اقل من قمه، وهنا قاع اقل من قاع، برضه ما بيكونش منطقي. طب ليه دي بتدعم صعود؟ ده ليه بيدعم صعود؟ ده بيدعم صعود لو انت بتعمله في موجه اتنين، تمام. او انا يعني غالبا بتبقى دي ممكن تحصل، خلينا واقعيين، تحصل في اخر موجه اللي هي أربعة. يعني أنت عندك في التصحيحات يا اتنين يا أربعة، صح؟ ما بلاقيهاش في اتنين، ما بلاقيهاش في بداية التحركات، بلاقيها في النهاية، إن أنت خلاص فاضل لك موجة وخلصت، فاضل لك موجة وخلصت. ولما تشوفها غالبا اللي جاي ممكن يبقى ترانكيشن، أو يا دوب يطلع بس يعني يعمل لك كام موجة فوق، يعني 5 موجات بتوعك ويا دوب ينزل. يعني دي غالبا ألاقيها في أربعة، دي غالبا بلاقيها في أربعة، دي عادي ألاقيها في اتنين، دي عادي جدا، لأن هو أصلا بيرش، هو بيدعم الهبوط. لكن إنك تلاقي ده في تلاتة وبعد كده يديني المثلث المتسع وبعد كده يطلع في خمسة، فدي غالبا بتحصل في أربعة، ما بتحصلش في اتنين. فدي الحالة الوحيدة اللي أنت قدامك بعد صعود قوي قوي حصل. ركزوا معايا، تركز في البوك امتى، عشان ما تقولش الصعود قوي حصل وحصل بوك يبقى احنا لازم يبقى فيه هبوط. لا، ما هو لو صعود قوي حصل شوف انت في انهي موجه. لو انت في ثلاثه خد بالك ان دي، اصل دي شفتها، دي شفتها برضو، اجيب لكم المثال المره الجايه، بس دي شفتها برضو على الدولار الامريكي، وكنت شايفه ان هو يبقى هبوط، وبعد كده شفت صعود قوي جدا على الدولار الامريكي بعدها، عشان كان فيه مثلث المتسع، المثلث المتسع. تمام، هجيبها لكم، على هشوف كنت شايفاها على ايه بالظبط وهجيبها لكم، بس دي انا شفتها ووقعت فيها. فعشان كده غالبا انت لسه بتبقى لسه في موجة اربعة وفاضل لك صعود تاني. بس لما بتحصل بعد هبوط زي اللي كان على الدولار الامريكي، ولقيت ان السوق اوت اوف كنترول وفي برودنينج، خلاص اللي جاي هبوط برضه، اللي جاي بيبقى هبوط برضه. طب تعالوا بقى المستطيل. المستطيل سهل، نموذج المستطيل بولش وبيرش. لو جيت بعد اتجاه هابط بيبقى المفروض ان هو يكون استمراري، بس ممكن يكون انعكاسي، ممكن يكون انعكاسي. ده هنا الحالات السمبل، يعني لو انت عندك هبوط وحصل ريكتانجل، يعني ايه ريكتانجل؟ سايد واي، ثابت، عندي دعم وعندي مقاومة، الأسعار بتمشي ما بينهم، وده بنشوفه. اه ده بنشوفه، فبنتوقع استكمال هبوط. طب لو لقيته بعد صعود، صعود وبعد كده الاقي سايد واي
وبعد كده نبدأ نشوف صوت تاني. غالبا ده بيكون ايه؟ غالبا بياخد 5 أضلاع، غالبا بياخد 5 أضلاع. لو انت هتدخل في ريكتانجل ونسميه ريكتانجل باترن، يبقى بيدخل في 5 أضلاع مش 3، مش 3 لأ. طيب ده ممكن يكون انعكاسي؟ اه ممكن يكون انعكاسي. يعني ايه؟ يعني عادي جدا ان انا اشوف سوء هبوط والاقي ريكتانجل وبعد كده الاقي صعود. ده عادي بيحصل، ده عادي بيحصل، لانه هو ينفع استمراري وينفع انعكاسي. ايه العلامات اللي بتقول لي؟ العلامات البسيطة الواضحة ان انت هنا، خلينا كده الاول اهو، انت في صعود حصل، في هنا مقاومة هنا وفي دعم اهو، نزلت هنا، ده باي، ده بيكون سلبي، ده هنا كونفرميشن ريكتانجل. انت هنا كونفرميشن ريكتانجل خلاص، انت كده اكيد عندك ريكتانجل. تبدأ تتعامل معاه بشكل احترافي بقى، ان انت هنا عملت كام ضلع؟ ضلعين، وهنا 3، خلاص انت بتلعب في 5. هتروح للتالت، هتروح للرابع هتشتري، هتروح للخامس هتبيع، بس انت خلاص، انت خلاص انت هتخرج، انت خلاص انت هتخرج منه. تعالوا بس اعملها لكم. وغالبا بيديكم 3 قمم وبيديكم 3 قاعين. جايين بقى طالعين، العلامة اللي تقول لك ان انت طالع على طول، انك الاسعار تبقى نازلة كده وتيجي تعمل لك قاعة اعلى من قاعة، خلاص انت بتشتري هنا، انت مش بتستنى اصلا، انت هتشتري هنا وبتطلع. هدفك فين؟ المسافة دي كلها. طيب لو جينا هنا ولفينا، اشتري من هنا، ستوبك هنا وسيبها، سيبها لانك طالع، لانك مكمل، لانك مكمل صعود. تمام، ده بالنسبة للريكتانجل. وبعد ما بتطلع عادي ممكن نعمل إعادة اختبار بعد ما تم الاختراق، ونطلع نكمل تاني الصعود بتاعنا. أهم حاجة إن المسافة دي كلها أنت بتاخدها هدف. طيب لو هنتكلم في العكس، لو جينا هبوط، لو جينا هبوط هنا بقى عندي برضو، معلش الماوس عمال بيتحرك مني. لو جينا هبوط وبعد كده هنا، مش عارفة الماوس ماله. اوكي، بعد كده نزلنا، فهنا تحدد لي المقاومة وهنا الدعم، وطلعنا ونزلنا وجايين نطلع هنا تاني، ده confirmation rectangle. ده هنا بيكون confirmation rectangle. بتنزل بيع عادي وتطلع شراء. تعرف منين ان انت نازل خلاص هتكسر، او خلاص دي اخر حاجة؟ قبل ما تلمس هنا بتلاقي نفسك بتلف وتنزل، بتبيع هنا، مش هتستنى، انت بتبيع هنا والستوب بتاعك فوق المنطقة دي. اول حاجة التانية انك بتيجي هنا وتنزل، بس بتعرف ان ال5 أضلاع اللي انت شايفهم، او لما بيكونفيرم معاك قدامك 3 قمم مع 3 قاعين، تعرف ان انت خلاص، خلاص انت في الاخر، انت في اخر ريكتانجل. طب ده ليه علاقة بقى بإليوت؟ اه ده ليه علاقة بإليوت، ليه علاقة بعد الأضلاع لأهداف بعد كده، بس دي مش كده، مش هلحق أقولها المرة دي. تعالوا نبص على ريكتانجل كان موجود. بص ده اي بيحصل على اي مكان في التشارت. طيب هل انا الريكتانجل اللي انا قصدي عليه لما بنشوف دي كده، يعني دعم ومقاومة قريبين من بعض كده؟ لا، انا قصدي ده اللي فيه رينج للتداول، اللي فيه رينج للتداول. يعني بتتكلم في 220 نقطة رينج للتداول، حتى لو الأزواج الرئيسية، أو أتليست أنت معاك 60-70 نقطة رينج للتداول عشان تعرف تبص على ريكتانجل رينج للتداول. اللي هي السايد واي الصغير خالص ده، لا ده ما بيكونش ريكتانجل. اللي ريكتانجل عشان تبدأ تعدله كويس أهو، بعد كده هنا ده السيل وهنا الباي، ده كونفرميشن معاك، ده
ده كونفرميشن. بص اللي انا شرحته ده كونفرميشن معاك، وبتنزل تبيع وبتطلع خلاص انت في الاخر، انت عارف ان انت في الاخر. والله لو جيت هنا خلاص بيع وسيبه، وسيبه عشان انت هتنزل معايا. والله لو هو اللي اداك الاشاره ان هو بيعمل لك قمه اقل من قمه، بيع هنا وسيبه عشان انت هتنزل معايا. لان مشكلتنا ان احنا هنيجي هنا ونقف، لا بصوا هنا اتكون لك، بص هنا قدامك 3 قمم وهنا 3 قاعين، انت خلاص في الاخر. فانت بس جاي على الطلعه ده، هنا بعد ما عمل لك كونفرميشن ريكتانجل هتنزل معانا. هتطلع بقى اللي دي تكون الاخيره. والله هو عملها لك قمه اقل من قمه، لو كان عملها هنا دي كانت الاخيره برضه، دي كانت هتكون الاخيره. بس يعني ده الريكتانجل مش بشرحه كتير لانه تحت بند سايد واي وخلاص، لكن هو ليه شغل، هو ليه جوه شغل. ولما بتكسر استوبك فين؟ تحت، احنا عندنا حدود، ده الحد بتاعه. الاستوب بتاعك فوق الحد بحاجه بسيطه، مش هتستنى فوق دي، ده ريكتانجل. طب الهدف بتاعك فين؟ طيب هدفك فين؟ المسافة دي كلها 220 نقطة، سوري المسافة دي اهي هي 250 نقطة، بتحطها تحت. وصلك خلاص، وصلك تمام. شفتها فين تاني؟ بشوفها كتير يعني، انا بشوفها كتير. طيب هو ده برضه اهو، هو ده رينج تداول. اي رينج تداول ده كان على الدولار الكندي. الدولار الكندي الوحيد اللي سبحان الله اللي كان يوم الاحد بقول لكم ده الوحيد اللي اشارته البيعيه واضحه، كانت اشارته البيعيه واضحه. المهم طالعين اهو، ده الرينج، وبعد كده هنا الباي، وهنا السيل، هنا ده كونفرميشن، ده هنا كونفرميشن ريكتانجل. وبعد كده هتشتري معايا، وبعد كده هو نازل. ده كان ايه؟ اه ده كان جاي اصلا من صعود كتصحيح، ماشي. المهم انت هنا ده كونفرميشن ريكتانجل، وبعد كده طلعت معاه شراء. وبعد كده بص الكونفرميشن ريكتانجل دي بتاخد الدولار اللي بعديها على طول، يعني بتشتغلوا عليها. يعني تقولش حتى لو انت شايفه على فكره للبيع، حتى لو انت كنت شايف الزوج ده للبيع، كونفرميشن ريكتانجل بتدخل عادي الصفقه اللي بعدها، اللي هو الصعود او مثلا الاويل وقتها كان هبوط. اهي ده الكونفرميشن ريكتانجل، بتاخد الصفقه دي عادي جدا. وبعد كده بتبص على اللي جاي ان هي تكون الاخيره. اهي ده كان الكونفرميشن والطالع. بعد كده بتبص على الاخيره، هو دي هنا عمل ايه؟ نزل لك اصلا بقمم اقل، طلع عمل ايه؟ او يعني طلع عمل قمه اقل من قمه، خلاص شكرا. بس دي كانت وقت الخبر، بس انت كده عارف ان هو هيكسر. ليه عارف ان هو يكسر؟ خلينا واقعيين بقى، ما هو اللي بيديك الاشاره جوه الريكتانجل هو ده اللي هيسيطر. مين الاشاره؟ لحد هنا ده كونفرميشن بالصعود، ماشي. هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيعمل لك قمه اقل. ده هنا مين اللي جاي؟ مين اللي جوه؟ مين اللي جوه مسيطر وهياخده؟ يعني بعد قمه اقل يا جماعه بنشوف صعود؟ لا، بعد قمه اقل بنشوف هبوط، اوكي؟ فهو هنا عمل ايه؟ عمل برضه طلع عمل قمه اقل. بالعكس انا شايفه ان هو كان هنا اختبر القمه القاع اللي فات ونزل بقوه. طب حتى نزوله بقوه كان ممكن اشتغل عليه الهدف، بس يعني ده 60 نقطة بعد ما نزل. ما هي دي لازم هعدها معايا، يعني لازم 60 نقطة هنا مثلا. فبعد الشمعة دي كان دخلك عادي، كنت تدخل تاني لأن هو ليه أهداف. تمام، مش عارفة في أمثلة تانية ولا لأ. ده مين يعني؟ ده انا بالنسبه لي مين؟ بصوا انا بالنسبه لي عادي يبقى فلاج، وعادي يبقى رالي بيزرالي. طب انا اقرب لي هو مين؟
اقرب لي انه يكون فلاج، مع اني ما بحبش الفلاج اللي بيجي بعد صعود قوي. يعني بصوا، زي ما قلت لكم على المثال اللي قبل كده، الفلاج هي حركة صعود قوية وبعد كده تصحيح قليل جدا وبعد كده حركة صعود تانية قوية. لكن اللي شايفاه على نيوزيلندي ان هو حركة صعود قوية، بعد كده شرب موف، بعد كده حركة صعود قوية، بعد كده تصحيح، اللي يعمل لك كم كذا حركة صعود بأقل ان تكون لما تحصل تاني تكون فلاج. ما ب... لا انت بصوا، الفلاج بتحصل مرة واحدة على الفريمات، وبتتكلم على فريم 4 ساعات او ساعة او ديلي ورا بعض، مش كل شوية هلاقي فلاج. فلما صعود كبير على الزوج، فبيخليني ان ده اقرب ان انا اعتبره تحت بند الرالي بيز رالي. الرالي بيز رالي، تمام. ده كان ايه مشكلته؟ مش كنت بقول لكم ان دي نازله وهنعد 1 2 3 وفي التالتة جايه وكده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ السيناريو التاني ان دي كلها كان عدى لبداية موف تانية، يعني هنا ال A وهنا ال B وهنا ال C وهنا ال D وهنا ال E وطلع. طب ايه اللي باين حاجة زي كده؟ دايفرجنز اللي كان موجود هنا. مفيش دايفرجنز ايجابي يحصل وانت مستعد لموجة هبوط، واخدين بالكم؟ يعني انت لو انت مستعد موجة هبوط للزوج ده، هل من المنطقي انك تعمل دايفرجنز ايجابي؟ يبقى انت مش بتستعد لموجة هبوط، يبقى دي كلها كانت بند تحت التصحيح اصلا ومكمل صعود تاني، تمام. الموضوع بس عايز ان انت براكتس الموضوع، يعني الازواج بنت دور. انا على فكره لما حد بيبعت لي انا برد عليه، يعني حتى لما حد بيبقى بيبعت لي هو ده مثلا كذا هو ده مثلا كذا، انا برد وبصحح. لما المعلومه بتتصحح لك، لما انت تكون مطلعها وبتتصحح لك، المعلومه بتثبت معاك. فعادي جدا انك مثلا تشوف حاجه على الكنديين فتيجي تبعتها لي هو ده كذا، فانا لما بصحح لك الموضوع بيثبت معاك. لان في مشاكل مش في الاستمراري، يعني عادي الاستمراري عادي، لكن الانعكاسي بلاقي مشاكل كتير قوي في الناس بتطلع فورميشنز غلط. عرفنا نركز على ايه؟ عرفنا نركز على ايه؟ انا بالنسبه لي ركز على الين. انا شايفه ان الين كويس، وشايفة ان الذهب هستاند باي معاه. اه ده كان حاجة برضو نفس المثال، بس خلاص يعني. والذهب نفس الفكرة. طب لو هو هيعمل شارب كوريكشن اخره فين؟ انا بالنسبة لي دي ماموت الشرابات. انا مش شايفة ان هو يبعد، يعني انا مش شايفة له ان هو يبعد، بالعكس انا شايفة له صعود. طب لو هو هيبني هنا سايد واي كفلاج، معاك الـ50 كمان، ده هي الاريا دي كمان، يعني ممكن يبني لك هنا وبعد كده يطلع بقوة، ممكن يبني، بس ما اشوفش الكسر. يعني انا مش شايفة ان احنا نخسر المناطق دي يا شباب، انا شايفة ان عادي جدا ان احنا نمشي في المنطقة دي ونطلع نكمل. اوكي، اشوفكم على خير السيشن اللي جاية، بتوفيق ليكم ان شاء الله.